هو من بعد ما خليته 15 دقيقه حتى 20 دقيقه في الفران، ها هو تحمر تقرمش. ها هو القص ديالنا الحار بالمذاق ديال البصله والفرماج، كيجي مقرمش بنين وهشيش كذلك. حضروه المائده ديالكم ديال عاشوراء. السلام عليكم. دابا هادي هي وقت الفقاقس الحارين والفقاقس الحلو والفقاقس ديال عاشوراء. غادي ندير معكم واحد الوصفه ديال الفقاقس الحار اللي هو بالبصله والحار اللي قلنا. المكونات ديالنا كنحتاجو، انا غادي ندير نص كيلو ديال الدقيق، عندي هنا 50 غرام ديال الفرماج الاحمر محكوك، غادي ندير هنا جوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين مزيان، هنا غادي ندير جوج معالق كبار ديال البصله اللي شلطتها وطيحتها طيبتها شويه، ما بغيتش نديرها خضراء ولا بصله صغيره. عندي هنا الفرماج اما المثلث او المربع، كيبقى لكم الاختيار، انا درت جوج مثلثات وحده مربعه. الضماد البناء كتبقى اختياريه، اللي بغى يدير اللي بغى يديرها ولا اللي بغى يحيدها ما كاين مشكل، انا ما غاديش نديرها. عندي هنا واحد، عندي هنا واحد الخميره ديال الحلوه، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. التوابل اللي غادي نستعمل، عندي هنا معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الثومه غبره، الملحه معلقه كبيره او الكميه اللي كتعزك على حسب الذوق. هو في القاعده عندنا حنا نص كيلو ديال الدقيق فيه 10 غرام ديال الملحه، كتجي الملحه متوسطه، وكيبقى لكم الاختيار اما تزيدوا او تنقصوا. غادي ندير واحد معلقه كبيره ديال صوص الصوجا، الحار على حسب الذوق، وعندي هنا كاس ديال الحليب. نخلطوا المكونات ديالنا، انا غادي نعجنوا في الخلاط، ممكن تعجنوا بيديكم وممكن عوض الحليب تستعملوا الماء، انا بغيت نستعمل الحليب باش يجيني المذاق ديالو احسن. درت كل شيء، درت الخميره الفوريه والخميره الحلوه ديال الحلوه، غادي ندير كل شيء المكونات هذو نخلطهم مع الحليب. هانتوما الفرماج، نقلبوا له مع النوز. طريقة سهلة، أننا كنخلطو كلشي المكونات مع هاد السائل، عاد كنزيدو الدقيق، التوابل، الحار على حسب الذوق، ولكن هذا مادام هذا فقاس حار خصنا نديروه شوية حار. أنا درت جوج معلقات الجبن ديالنا، هادي انا عندي صلصه الصوجه ثقيله، نديرو غير معلقه وحده، الا عندكم خفيفه ديرو جوج معالق. غادي نخلط بعدا هاد المكونات هما الاولين، عاد غادي نزيد ليهم الدقيق. هانتوما خلطت كلشي التوابل والمكونات ديالي مع الحليب، دابا غادي نزيد الدقيق. ها العجينه ديالي شتو كي داير القوام ديالها، انا هنايا راه دخل ليا غير 400 غرام ديال الدقيق، بقيت تنزيد، لقيت القوام اللي بغيتو هو هذا، خصها تكون رطبه ما تكونش قاصحه، وليني ما كتلصقش. اذا هاد المكونات كلشي 400 غرام ديال الدقيق اللي احتاجت، انا غادي نخليها ترتاح واحد 30 دقيقه، من نغطيها بالسلوفان ونرجع لكم. العجينه ديالنا ارتاحت، شتو ولات رطبه، دابا غادي يسهل علينا نحربلوها، وفي نفس الوقت نبدا نخليها مغطيه، دير غير شويه ديال الدقيق غير باش ما تلصقش لينا العجينه. غادي ندير حرابل رقاق حيت العجينه فيها الخميره ديال الخميره، نديرو الحرابل غير رقاق، وغادي ندير نطيبو من نص طيبه. كيبقى لكم الاختيار الا بغيتوهم كبار او غلاظ، ما من الاحسن يكونوا رقاق. ها هما دابا شتو، ونحطهم في البلاطه.
نكمل العجينه ديالي كلها بهذه الطريقه. على العجينه ديالنا ديال الفقاس اللي هي حرابل كلها درتها بهذه الطريقه. دابا غادي ندخلها للفرن اللي قلت لك غادي ندخلها على 160 درجه شي 5 دقائق غير تنشف لينا العجينه ونخرجوا. هانتوما من بعد ما دوز 5 دقائق في الفرن هانتوما غير ناشفين. دابا غادي ندوز نبدا نقطعهم بالمقص نخليهم يبردوا نغطيهم بمنديل نقي باش يعرقوا ويبقاو شادين الرطوبه ديالهم. عاد ندوز نبدا نقطعهم. من بعد ما برد الفقاس كنقطعوه هكا بالمقص نقطعو مهيل. هانتوما كنقطعو تقريبا فيه نص سنتيم تيبقى عينك ميزان. نقطعو كلشي هكا نقطعو بالمقص كيجي ساهل. هانتوما ما كيتفرتت ما والو كيجي كتقطع تقطيعة مقادة. نقطع كلشي هاد الحرابل اللي ناشفين هانتوما راه ما طيبش مزيان. عاد غادي نكملو في الطيبه عاد غادي نكملو في الطياب. هانتوما ما كيتفرتتش شتو. نكمل بهاد الطريقه حتى نكملو ونرجع لكم. هاني قطعت كلشي الفقاس قطعتو شتو كيجا كيبان زوين ما مفرتات ما والو. هانتوما شتو ما فيش تفرتيته جا شاد رطب وكيجي ساهل في التقطع. دابا غادي نسرحو مزيان هانتوما نسرحو عاود غادي ندخلو الفران على 160 حيت بغيتو يتكربل ماشي يتحمر ليا دغيا. نخليه مسرح مزيان هكا باش ما يكونش شي فوق شي. ومره مره غادي نبدا نحركو في وسط الفران. هانتوما جات تقطيعه مقاده ما كاينش الفرتيت يجي هكا زوين حار من السم. انا دابا غادي ندخلو الفران هو من بعد ما خليته 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه في الفران هو تحمر تقرمش. نخليه حتى يبرد ونجمعو في بواطه او في قرعه ويبقى مقرمش لينا. هو الفقس ديالنا الحار بالمذاق ديال البصله والفرماج كيجي مقرمش بنين وهشيش كذلك. حضروه المائده ديالكم ديال عاشوراء. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه ينقر على الجرس يوصل الجديد حطوا اعجاب حطوا تعليقات ديالكم ما ترددوش حضروه. الصحة والراحة.